بسم الله الرحيم الرحيم قدس الإله الواحد حل علينا نعمة بركته الآن وكل أوان والدهر والكلها أمين. بنعمة ربنا موضوعنا النهاردة دراسة وتعليق عن كتاب تجسد الكلمة للقديس البابا أثناسيوس الرسولي. طبعا البابا أثناسيوس الرسولي غني عن التعريف، كلنا عارفين سيرته كخدام، وهو شخصية لامعة ليس في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية فقط، ولكن هو أب لكل المسيحيين في العالم كله، ويعتبر من الآباء المرجعيين لما يكون في حيرة من الأمر. نشوف البابا أثناسيوس قال إيه في هذا الأمر: وليس عجيبا أن يلقب بالرسول. مين اللي بيلقبه بالرسوليين؟ تلاميذ الآباء الرسل على طول، يعني في الآباء الرسل ربنا يسوع المسيح، الآباء الرسل تلاميذهم أو الآباء اللي تتلمذوا مباشرة على الآباء الرسل يتقال عليهم الرسوليين. البابا أثناسيوس كان رقم 20 من بطريقة الإسكندرية، عاش في القرن الرابع، ولكن لقب بالرسول. نظرا لأن تعاليمه نقية أصيلة مستمدة من تعليم الآباء الرسل وكتاباتهم المقدسة، ليس فيها شروط أو انحراف أو فلسفة شخصية، ولكنها كلها مبنية على الكتاب وتعاليم الآباء الرسل اللي استلمتها الكنيسة جيل بعد جيل وحفظها نقية البابا أثناسيوس الرسولي. وكان لي دور كبير في صياغة قانون الإيمان، طبعا احنا بنقول قانون الإيمان منسوب للبابا أثناسيوس، لكن مش هو اللي حطه أو مش هو اللي ألفه يعني، ولكن هو حفظ الإيمان وكان لي دور في صياغة ما تسلمه الآباء من الرسل الأطهار. فنظرا لأمانته ودقته وأصالته فلقب بالرسول. له كتابات كثيرة يبلها كل العالم وكل المسيحيين بمختلف الطوائف. البابا أثناسيوس لا خلاف على شخصه على الإطلاق، إليه يرجع الفرق
في تعريف العالم بالحياة الرهبانية، ليه تفتكروا إن هو فعلا كتب حياة القديس العظيم الأنبنطونيوس وكان في المنفى، وتعتبر سيرة متميزة؟ يمكن هي مش منتشرة قوي، مش متاحة للقراءة لبعض الناس، لكن متميزة جدا. وهو لما بيكتب عن أنبنطونيوس بيكتب عن شخص هو شافه وعاش معاه. صحيح البابا أثناسيوس ما عاش في الدير قرايه، ولكن ذهب وتتلمذ فترة على يدي القديس العظيم الأنبنطونيوس، وظل يفتخر طول حياته إن كان يأتي عند المساء ويصب ماء على يدي الأنبنطونيوس. فرحان قوي بالحكايه دي ويذكرها في اعتزاز وافتخار ان كان له شرف ان في الفتره اللي قاعد معاه فيها كل يوم عند المساء يجي يصب الماء على يدي القديس العظيم الأنبنطونيوس. والأنبنطونيوس كان يبادله حب بحب. كان سند ليه في الدفاع عن الإيمان. وبحفظ الأمانة أيضا. كتب رسائل وكتابات كثيرة. من أهم هذه الكتابات كتاب تجسد الكلمة. وفيه يشرح أسباب أو أهداف التجسد. لماذا تجسد الله الكلمة؟ ليه؟ وفيه يشرح عقيدة الفداء بالتفصيل. التجسد مرتبط بالفداء، العقائد مرتبطة ببعضها البعض. ويعتبر أهم مرجع في هذا الموضوع. يتميز أسلوبه بالأسلوب المحوري. يعني إيه؟ يعني يمسك نقطة يتكلم فيها من كل الأوجه، يلف حواليها كده. لدرجة اللي ما يعرفش أسلوبه يفتكر ان يقول هو ليه التكرار كده، لكن هو مش تكرار، لكن يتناولها من كذا ايه زاويه. هو نفسه قال كده في الفصل 20، يقول: ولا تتساءل ان كنا نكرر ما نقوله عند الحديث عن نفس الموضوعات، فطالما نحن نتحدث عن مشورة الله الصالحة من جهتنا، فيجب علينا أن نشرح المعنى الواحد بطرق عديدة، حتى لا يبدو كأننا تركنا أي شيء بدون تفسير، فنتهم بالتقصير أو العكس.
في معالجتنا لأمور هامة كهذه، لأنه من الأفضل لنا أن نتهم وننتقد بسبب التكرار من أن نترك أي شيء كان يجب أن نعرضه بوضوح. يعني هو مش غايب عنه، نقول الله زي واحد يقول لا هو القاصد، وانا حبيت اقول كده من الاول عشان لما ندخل في الموضوع ونتناوله وتقولوا سيدنا عمال يكرر كتير مش انا. انا بديكم فكره عشان نركز في كل حته هنيجي نتكلم فيها ممكن تتكرر بس من زوايا ايه؟ مختلفه. هديكم الخطوط العريضة في الكتاب وبعد كده نتطرق ليه بشيء من التفصيل. طبعا مش هنقدر نشمله كله في لقاء واحد، لكن نتكلم على الايه؟ الهيكل، العمود الفقري للفكر في هذا الكتاب. البابا أثناسيوس الرسولي قبل ما يتكلم عن التجسد يتكلم عن الخلقة، خلقة الإنسان، وإزاي كيف خلق بواسطة الله الكلمة. إن دي الكلمة كان عند الله، والكلمة كان الله، به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء من مكان، واتخلق على صورة الله ومثاله، وعلى صورته في الحرية وفي البر، ولأنه حر ربنا سنده بالوصية. العدم وكل شيء له بداية لابد بيكون له نهاية، إلا إن ربنا أنعم عليه بنعمة خاصة إنه ممكن كان يحيا بدون فساد لو حفظ النعمة وحفظ الوصية، إلا إن الإنسان سقط. وفي سقوطه فقد امتيازات كثيرة، أهم حاجة قال له يوم ربنا قال له يوم أن تأكل من الشجرة موتا تموت، فصار عليه حكم الموت، وبالموت يكون الفساد، فساد الطبيعة. وبالبعد عن الله بيبقى فيه جهالة، وعدم معرفة، كان مش ممكن إن الإنسان بعد ما اتخلق وسقط يترك للهلاك، لأن ده كأن الله فشل في قصده وفي خطته للإنسان، وفي نفس الوقت ما كانش ممكن يستمر أو يكون له الحياة إن صدر عليه الحكم، والله صادق وعادل. فكان محتاج فداء من الموت
وتجديد للطبيعة وأن ينال المعرفة بالله بقدر أكبر. وعشان يتم هذا ما كانش في حل تاني غير ان الله الكلمة يتجسد، ان هو الصانع، هو خلق على صورة الله ومثاله، فلازم اللي خلقه هو اللي ايه يصلحه. وبكده البابا أثناسيوس حدد أهداف التجسد بثلاث أهداف رئيسية. أول وأهم هدف هو الفداء من الموت، من الخطية الأولى، بسبب الخطية الأولى والحكم الإلهي على الآب. تاني هدف تجديد الطبيعة والعتق من الفساد. ثالث هدف المعرفة، أن يعرف البشر بنفسه أكثر. دي خطوط عريضة هيدور حواليها الكتاب، أنا قلتها في الأول عشان لما ندخل ما نتوهش وما نسرحش. كل جزء هنقراه ونعلق عليه هنشوف يخص أي جزئية إيه من دول. هو لخص تقريبا هذه الأهداف أو بعضها في الفصل العشرين. الفصل العشرون بقى بيقول ايه؟ يقول لقد تحدثنا اذن وباختصار على قدر المستطاع وبقدر ما امكننا فهمه عن سبب ظهوره في الجسد. ليه ربنا تجسد؟ وأنه لم يكن ممكنا أن يحول الفاسد إلى عدم الفساد إلا المخلص نفسه الذي خلق منذ البدء كل شيء من العدم، ولكن ولم يكن ممكنا أن يعيد خلق البشر ليكونوا على صورة الله إلا الذي هو صورة الآب، ولم يكن ممكنا أن يجعل الإنسان المائت غير مائت إلا ربنا يسوع المسيح الذي هو الحياة ذاتها. يبقى هنا بيتكلم عن العدل من الفساد وعن إيه؟ حكم الموت. ولم يكن ممكنا أن يعلم البشر عن الآب ويقضي على عبادة الأوثان إلا الكلمة الذي يضبط كل الأشياء وهو وحده الابن الحقيقي اللي هو المعرفة. هنا يعرف الناس إيه بيه. ولما كان من الواجب وفاء الدين المستحق على الجميع، الدين اللي هو حكم الموت، إذ كما بينا سابقا كان الجميع مستحقين الموت، فلأجل هذا الغرض جاء المسيح بيننا. شوف لما جه بيقول جه بيننا، أول غرض هو إيه؟ وفاء دين حكم الموت. وبعدما قدم براهين كثيرة على ألوهيته بواسطة أعماله في الجسد، فإنه قدم ذبيحته عن الجميع، الفداء هنا، فأسلم هيكله للموت عوضا عن الجميع،
أولا لكي يبررهم ويحررهم من المعصية الأولى، الخطية الأولى. ده مين اللي بيقول كده؟ بابا أثناسيوس، عشان في ناس تبص تلاقي تتجاهل أهداف التجسد وتقول بقى أهداف أخرى سماوية، صحيح حقيقية مظبوطة، لكن مش هي النقطة الإيه؟ الهدف الرئيسي. أولا لكي يبررهم ويحررهم من المعصية الأولى، وثانيا لكي يثبت أنه أقوى من الموت مظهرا جسده الخاص أنه عديم الفساد وأنه بكورة لقيامة الجميع. قضاء على الموت والتبع عليه على طول، يبقى مفيش ايه؟ فساد. والمعرفة دي اتذكرت قبل كده. هنتجول شوية في الكتاب، مش هنقراه كله، ناخد فقرات ربما مش هتمشي بالتسلسل بالترتيب اللي انا بقوله في البداية، لكن في كل حتة هنقف فيها هنشوف بيركز على انهي ايه عنصر من العناصر اللي انا قلتها في الاول خالص. اهداف التجسد ايه؟ اهداف من الموت والمعرفة. شوفوا بقى في الفصل الأول يقولوا هكذا يستطيع المرء أن يدرك أن تجديد الخليقة تم بواسطة الكلمة الذي هو خالق الخليقة في البدء، وهكذا يتضح أنه ليس هناك تناقض في أن يتمم الأب خلاص العالم بالكلمة الذي به خلق العالم. يبقى هنا بيتكلم على ايه؟ تجديد الطبيعة. شاطرين. بيتكلم على سقوط الإنسان بقى وخلقه الأول. لما خلقه يقول ايه؟ أعطاهم شركة في قوة كلمته حتى يستطيعوا بطريق ما، ولهم بعض من ظل الكلمة، وقد صاروا عقلاء. هو شبه ربنا على صورته في العقل بقى، أن يبقوا في سعادة ويحيوا الحياة الحقيقية، حياة القديسين في الفردوس. ولكن لعلمه أيضا أن إرادة البشر يمكن أن تميل إلى أحد الاتجاهين، الخير أو الشر. سبق فأمن النعمة المعطى لهم بوصية ومكان، فأدخلهم في فردوسه، في فردوسه، وأعطاهم وصية حتى إذ حفظوا النعمة واستمروا صالحين فإنهم سيعيشوا في الفردوس بغير حزن ولا ألم ولا هم، بالإضافة إلى وعد بالخلود في السماء. الوعد بالخلود دوت مش من حقنا، لان احنا خلقنا من تراب فالمفروض الى عدم، لكن هو بنعمته كان وعد الانسان ان يعيش يعني ايه في خلود في السماء. اما اذا تعدوا الوصيه وارتدوا عن الخير وصاروا اشرار فليعلموا انهم سيغلبون الموت على انفسهم حسب طبيعتهم، ويبقون إلى الأبد في الفساد والموت. وطبعا هو سبق حذرنا، قال له من كل شجرة الجنة تأكل، أما شجرة معرفة الخير والشر نهاه عنها. يجي في الفصل الرابع، خلي بالكم عشان بقول لكم مش أنا اللي بقرر ومش أنا اللي روح واجب القديس أثناسيوس، ده أسلوبه كده، بس المهم الواحد يبقى فاهم فكره ماشي ازاي وما يتوش يركز فيه. يقول فلأجل قضيتنا تجسد لكي يخلصنا، وب
وبسبب محبته للبشر قبل أن يتأنس ويظهر في جسد بشري. وهكذا خلق الله الإنسان، وكان قصده أن يبقى في غير فساد. أما البشر فإذا احتقروا التفكير في الله ورفضوه، هنا ما بيتكلمش على آدم لوحده، بيتكلم على إيه؟ البشرية كلها، لأن إحنا كنا فين؟ في آدم، يعني كلنا أخطأنا فيه. فقد حكم عليهم بحكم الموت. شوف البابا أثناسيوس مش بيقول حكم على آدم، لا، حكم إيه؟ على البشر كلهم. حكم عليهم بحكم الموت الذي سبق إنذارهم به. ومن ذلك الحين لم يرقوا بعد كما خلقوا، بل إن أفكارهم قادتهم إلى الفساد وملك عليهم الموت، لأن تعدي الوصية أعادهم إلى حالتهم الطبيعية. أنا بحاول أختصر لكم، المهم عايز يعني إيه نطلع النهاردة فاهمين الخط العام في الكتاب ماشي إزاي، يعني حسب ما تقروه تاني لوحدكم يبقى الفكر واضح. بعد ما حصل بقى الإنسان تعدى، ويقول وبعدما حدث هذا بدأ البشر يموتون، هذا من جهة ومن جهة أخرى. فمن ذلك الوقت فصاعدا بدأ الفساد يسود عليهم، بل صار له سيادة على كل البشر أقوى من سيادته على الطبيعة. يعني الموت والفساد ما رجعوش للحالة الطبيعية، لا، بصورة أقوى. ليه بقى؟ وذلك لأنه حدث نتيجة عصيان الوصية التي حذرهم أن لا يخالفوها. بسبب العصيان، يعني بسبب الحكم عليهم، فالفساد والموت نتيجة طبيعية للتعدي الوصية وحكم في نفس الوقت. ما هوش نتيجة وبس، نتيجة وإيه؟ وحكم. إن بيقول إيه؟ هقولها تاني. بل صار له سيادة على كل البشر أقوى من زيادته على الطبيعة، وذلك لأنه حدث عصيان الوصية، فأصبح في حكم إيه؟ حكم عليهم. حتى جلبوا على أنفسهم الموت والفساد. في الفصل السادس بيبين لنا إزاي إن الحكم ده كان على الجنس البشري كله مش آدم بس. يقول لأجل هذا إذا ساد الموت أكثر، وعم الفساد على البشر، وبالتالي كان الجنس البشري سائرا نحو الهلاك. وبعدين يرجعوا له، وكان من المستحيل التهرب من حكم الناموس. ما كناش نقدر نفلت من الحكم، لان في حكم صادر. طب الحل ايه؟ هل ربنا يسامحه كده وينفع وخلاص؟ هل ينفع ان ربنا يقول له خلاص اعفيت عنك، او يعني يرجع في كلامه؟ يقول ايه القديس أثناسيوس؟ يقول اي ان الله بعد ان امر الانسان يموت موتا ان يتعدى الوصيه ولا يموت، فان يتعدى الوصيه ولا يموت، بل تبطل كلمه الله، فسيكون الله غير صادق ان كان الانسان لا يموت بعد ان قال الله انه سيموت. فما ينفعش.
طالما ربنا قال له موتا تموت يبقى لازم يموت، والا لو ما ماتش يبقى ربنا غير ايه؟ صادق. وايضا في نفس الوقت طب كده ايه لك الانسان يقول من ناحيه اخرى كان سيصبح من غير الله على الاطلاق ان تتلاشى صنعه الله بيد البشر اما بسبب اهمالهم او بسبب هوايه. فهل يترك الفساد يسيطر على البشر والموت ليسود عليهم؟ ما المنفعة إذا من خلقتهم منذ البدء؟ لأنه كان أفضل بالحري أن يخلقوا أن لا يخلقوا بالمرة من أن يخلقوا وبعد ذلك يهملوا ويفنوا. يعني في أمرين كده، ما كانش ممكن ما يموتوش وما ينفذش الحكم لأن ده لا يتعارض مع صدق الله وعدله، وفي نفس الوقت فضل الله وصلاحه ما يهونش عليه من الإنسان اللي هو خلقه عشان بيحبه يجراله كده. يقول فلو أن الله أهمل ولم يبالي بهلاك صنعته لأظهر إهماله هذا ضعف وليس صلاحه. عمل حاجة وفشل فيها، قصده فيها فشل، يقول فقد كان سيصبح من غير الله بالمرة أن تفنى المخلوقات أمام عيني الخالق. كان يجب إذن أن لا يترك البشر لينقادوا للفساد لأن هذا يعتبر عملا غير لائق ويتعارض مع صلاح الله. الكلام ده على فكرة بندرسه في أعداد خدام في العقيدة بس بأسلوب مبسط شوية للأولاد بتوعنا. يجي في الفصل السابع يكرر نفس النقطة بس يضيف عليها حتة تاني، يقول إنه لا يتفق مع صدق الله الذي يقتضي أن يكون الله أمينا من جهة حكم الموت الذي وضعه، لأنه كان من غير الله أن يظهر الله أبو الحق كاذبا من أجلنا. إذن ماذا كان يجب أن يفعل حيال هذا؟ وما الذي كان يجب على الله أن يعمله؟ أيطلب من البشر التوبة عن تعدياتهم؟ في ناس يقولوا ما ممكن يتوب. فيرد البابا أثناسيوس يقول إيه؟ لكن التوبة تعجز عن حفظ أمانة الله. يعني هو ده واللي ربنا قاله، لأنه لن يكون الله صادقا إن لم يظل الإنسان في قبضة الموت لأنه تعدى فحكم عليه بالموت. ثانيا التوبة دي يقول فلو كان تعدي الإنسان مجرد عمل خاطئ ولم يتبعه فساد لكانت التوبة كافية، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيد للإنسان تلك النعمة ويرده إلى حالته الأولى لعدم الفساد إلا كلمة الله الذي خلق منذ البدء كل شيء من العدم. كان هو وحده القادر أن يعيد خلق كل شيء وأن يتألم عوض الجميع وأن يكون شفيعا عن الكل لدى الآب. الجملة الأخيرة دي فيها حاجتين من اللي احنا قلناهم من أهداف التجسد. كان هو وحده القادر أن يعيد خلق كل شيء، أن يتألم عوض عن الجميع وأن يكون نائبا عن الكل الفداء من الموت. في الفصل الثامن
إزراء أيضا أن عقوبة التعدي الموت يعني قد خلدت الفناء فينا، وأنه من غير الله أن يبطل الناموس قبل أن ينفذ، فأنه رحم جنسنا وأشفق على ضعفنا وترأف على فسادنا، وإذ لم يحتمل أن يرى الموت وقد صرف له السيادة علينا لئلا تفنى الخليقة ويتلاشى عمل الله، فقد أخذ لنفسه جسدا لا يختلف عن جسدنا. عشان ينفذ في نفسه حكم ايه؟ الموت، ويهبنا الحياة في نفس الوقت. تتحد هو الحياة، الحياة تتحد بطبيعتنا تاني فننال الايه؟ الحياة. بس عشان ياخد جسد، ما كل البشر كانوا وارثين العقوبة، فلازم ياخد جسد خالي من الايه؟ دنس الخطية الأولى. يقول لك إنه أخذ جسدا من جنسنا، وليس ذلك فحسب، بل أخذه من عذراء طاهرة نقية لم تعرف رجلا جسدا طاهرا بدون زرع بشر. لأن الوراثة بتيجي من التناسل، فهو قطع السلسلة دهية وأخذ جسد بدون زرع بشر لكن من نفس طبيعتنا. وهكذا إذا اتخذ جسدا مماثلا لطبيعتنا، لطبيعة أجسادنا، وإذ كان الجميع خاضعين للموت والفساد، كل هذا فعله من أجل محبته للبشر. أولا لكي إذا كان الجميع قد ماتوا فيه فإنه يبطل عن البشر ناموس الموت والفناء، ذلك لأن سلطان الموت قد استنفذ في جسد الرب، فلا يعود للموت سلطان على أجساد البشر. ده يخص أي نقطة؟ الفداء من الموت. وأيضا فإن البشر الذين رجعوا إلى الفساد بالمعصية يعيدهم إلى عدم الفساد ويحييهم من الموت بالجسد، وبنعمة القيامة يبيد الموت منهم كما تبيد النار القش. يعني هنا بيتكلم عن النجاة من الموت ومن الإيه؟ ويعيدهم إلى عدم الفساد، ودي فكرة الفداء. إن هو صلاحنا لنفسه، يعني عشان يبقى أمين وهو عادل، عرضك يقول زي ما يقول في المزمور: الرحمة والحق تلاقيا. هنا تلاقى عدله مع رحمته، فعشان يبقى عدالته مطلقة ورحمته مطلقة يكون صادق في حكمه، فحمل هو الايه؟ بالنيابه عننا حكم الموت وعالة فساد الطبيعه. في الفصل التاسع بيشرح الحته دي شويه. خلي بالكوا بقى من اللي هيقوله هنا. فلقد ادرك الكلمه جيدا انه لم يكن ممكنا ان يقضي على فساد البشريه بأي طريقة أخرى سوى الموت نيابة عن الجميع، ومن غير الممكن أن يموت الكلمة لأنه غير مالك بسبب أنه ابن الآب غير المالك. ولهذا اتخذ لنفسه جسدا قابلا للموت، حتى أنه عندما يتحد هذا الجسد بالكلمة الذي هو فوق الجميع يصبح جديرا، ليس فقط أن يموت نيابة عن الجميع بل ويبقى في عدم فساد بسبب اتحاد الكلمة به. يعني بأخذ جسد من طبيعتنا بيديله الإمكانية أن يموت ويعالج الفساد في نفس الوقت.
بذلي لهذا الجسد تقدمة مناسبة، فأنه رفع الموت فورا عن جميع نظرائه من البشر. في نفس الفصل التاسع يشرح فكرة الفداء بطريقة أخرى، يقول لأن كلمة الله هو فوق الجميع، فقد كان لائقا أن يقدم هيكله الخاص، هيكله الخاص اللي هو إيه؟ جسد، وأداته البشرية فدية عن حياة الجميع، موفيا دين الجميع بموته. ينجيهم من ايه؟ من الموت. فإن ابن الله عديم الفساد ألبس الجميع عدم الفساد بوعد القيامة من الأموات، ولم يعد الفساد الفعلي بالموت له أي سلطان على البشر. فهنا يتكلم عن الاثنين مرة واحدة، ان الأناب عننا تتنفذ عليه حكم الموت، وبالتالي عتقنا ايضا من الايه؟ من الفساد. في الفصل العاشر يقول بل افضل الموت الذي حدث نتيجة التعدي. انا قلت لكم من الاول اسلوب البابا اصلا يقول لك كده، كنت انا اللي هو اتهم ان هو بيقول في ناس هيتهمونا بالتكرار، لكن هو ده مناهجه، بحس في الاخر او يشرح الموضوع يبقى بقى اللي مش هيفهم يبقى المشكله فيه بقى هو. يعني من كل الاول عمال يلف ويدور ويعيد ويقرر ويشرح بطرق كتير، يقولها بطريقة تانية بقى نفس فكرة الفداء. يقولها ايه؟ يقول يقول ان محبة المسيح تحصرنا، اذ نحن نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع اذا ماتوا. ده دي جاي آية من الكتاب المقدس، وهو مات لأجل الجميع كي لا نعيش فيما بعد لأنفسنا بل الذي مات لأجلنا وقام. وهنا يبين لنا أن آبائنا بيبنوا فكرهم على إيه؟ الكتاب المقدس. يعني هو بيجيب الكلام ده يعني مش من عنده، لا، مبني على الكتاب المقدس. دي في رسالة العبرانيين يقول ربنا يسوع نفسه أيضا لكي لكن الذي وضع قليلا عن الملائكة نراه مقللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. يستشهد بالآيات اللي تدعى أو تبين إزاي هو بنى يعني الإيمان والعقيدة بتاعتنا مبنية على إيه. ويقول في الفصل العاشر برضه إنه لم يكن أحد آخر يستطيع أن يسترد البشر من الفساد الذي حدث غير كلمة الله الذي خلقهم في البداية. ويروح جايب آية برضه تاني في عبرانيين يقول إيه؟ في آية جميلة كنا نحفظها زمان، يقول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم الشرق هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم الشرق هو أيضا فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفوا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. في آيات يا ريت نحفظها صعبة، خصوصا قدام مخدمات فيما يخص التجسد والفداء والامور اللي تبنى عليها العقيده بتاعتنا، لابد ان نكون حافظينها.
لأنه بذبيحة جسده الزائي فبقى سناسيوس بقى وضع نهاية لناموس الموت الذي كان قائما ضدنا، وصنع لنا بداية جديدة للحياة برجاء القيامة. أنا بتكلم عن الموت وإيه والتجديد. الفصل العاشر يقول إيه؟ جاب آية الأول للقديس بولس الرسول يقول فاز، فإنه رزق الموت بإنسان وإنسان أيضا قيامة الأموات، لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع. وبيعلق بقى البابا سانسو بيقول وبالتالي فنحن الآن لا نموت بعد كمدانين، بل كأناس يقومون من الموت ننتظر القيامة العامة التي سيبينها في أوقاتها التي يحددها الله الذي أتمها والذي وهبنا إياها. فهذا إذن هو السبب الأول لتجسد المخلص، ومما يلي سنعرف أسبابا أخرى لضرورة وليقظ ظهور المبارك بيننا. يبقى مين اللي حدد السبب الأول؟ البابا أثناسيوس بناء على الكتاب. فآدم يموت الجميع في المسيح سيحيا الجميع، ننجينا من إيه؟ من الموت. هذا هو السبب الأول للتجسد. عشان كتير يطلعونا اللي يبني بناء على فلسفات شخصية مش قابلين حكاية الحب ومن مات عننا وكده، يعني يقولوا ده ايه عالج فساد الطبيعة وبس. هو قال في أسباب أخرى بقى، يعني هو قال ده السبب ولكن في أسباب أخرى هنقولها يقصد بيها بقى المعرفة. لما شاف ربنا إن البشرية مالت إلى الحسيات فظهر لهم بقى في الجسد وأعلن عن ذاته بطريقة إيه؟ ميسورة، أو يعني بطريقة حسية شافوه وعرفوه من خلال أعماله. فهو أول حاجة ربنا عرف بيها البشرية من خلقهم على صورته ومثاله، فيعرفوه من خلال الصورة والمثل. تاني حاجة من خلال الناموس والأنبياء، تناسق الكون الأول والمدركة بالمصنوعات قدرته السرمدية وسلطان لاهوته. نعرف ربنا من الخليقة. ثالث مصدر نعرفه بيه من الناموس والأنبياء، دي وسائل كثيرة نعرف ربنا. أخيرا وفضل كل بتجسده بقى، يعني الصورة الأصلية صار بيننا زي ما بيقول في العبرانيين، في القديم كلم الله الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثير، وأخيرا كلمنا في ابنه. أصبح بنعرف ربنا من خلال تجسده، هو بقى بيكلمنا مباشرة. فدي هدف آخر من التجسد، إن نعرف ربنا أكتر ونقرب منه أكتر ونحس بيه أكتر. وده اللي بيتغنى بيه القديس يوحنا في رسالته الذي كان من البدء، الذي سمعناه ولشهدناه، الذي رأيناه والذي سمعناه ولمسته إيه؟ أيدينا. أصبح كل حواسنا مشبعة بيه. وده الهدف الآخر من التجسد اللي هو الايه؟ المعرفة، اللي هو القديس أثناسيوس قال ده السبب الأول زي ما قلت لكم في هنا. إذا هو السبب الأول لتجسد المخلص اللي هو الخلاص من الموت. تاني حاجة تجديد الطبيعة، وبعد كده قال يلي
مما يلي سنعرف أسباب أخرى بضرورة مليات الظهور المبارك بيننا. في أسباب أخرى، أهداف أخرى للتجسد، وهي معرفة إيه؟ الله. ما ينفعش آدم نقول تجسد عشان يعرفنا نفسه ويبقى هو ده الهدف الرئيسي. لازم الهدف الأول دايما يكون واضح إيه؟ من الغروش. واحد يقول لي هو جاي يجدد طبيعتنا، صح ولا لا؟ مش البابا أصلاً يسألك؟ اه قال كده، لكن يقف على كده ويشرح كده كأن هو ده الهدف من الايه؟ او عشان يعرفنا بذاته، صح ولا مش صح؟ بس دي كلها اهداف تاليه للهدف الاول اللي هو الفداء من الموت. الفصل ال 13 هجري معاكم شويه عشان يعني ايه؟ الفكره وصلت يعني. يقول اذا فما هو الذي كان ممكنا ان يفعله الله؟ ماذا كان يمكن ان يتم سوى تجديد الخليقه التي وجدت على صوره الله مره اخرى بعد ما شرح السبب الاول بالتفصيل؟ بيقول بقى الايه؟ السبب الثاني تجديد الايه؟ للطبيعه. ولكي يستطيع البشر ان يعرفوه مره اخرى. معرفة الله، ده السبب الايه؟ الثالث في التجسد. بس يرجع يقول بقى حاجة حلوة تاني بقى. كل المعرفة والأسباب دي كلها الفصل ال 13 يقول ايه؟ فهذا لم يكن ممكنا ان يتم ايضا دون ان يبادل الموت والفساد. يعني ما كانش ممكن بقى الاسباب والنتائج الاخرى دي والبركات الاخرى اللي نالها بدون ان يبادل الموت والفساد. لهذا فقد كان من اللائق ان ياخذ جسدا قابلا للموت حتى يمكن ان يبيد فيه الموت ويجدد خلقة البشر الذين خلقوا على صورته. إذا فلم يكن كفءا لسد هذه الحاجة سوى صورة الآب. يعني بيلخص ثاني يقول ما كانش ممكن كده إلا إيه؟ ياخد جسد يبيد به الموت أول حاجة ويجدد الخليقة، وهو كصورة الآب فبالتالي هنعرف الله لم يرى واحد قط. الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو ايه؟ خبر ويتكلم معنا على برضه الهدف الثالث اللي هو المعرفة، واللي هذا كان في الفصل ال 14. لهذا كان من الصواب إذا أراد منفعة البشر أن يأتي إلينا كإنسان آخذا لنفسي جسدا شبيها بجسده من أسفل حتى يستطيع الذين لا يريدون أن يعترفوا به من خلال أعمال عنايته وسلطانه على كل الأشياء أن يبصروا الأعمال التي عملها بجسده هنا على الأرض ويعرفوا كلمة الله الحل في الجسد، ومن خلال الكلمة المتجسد يعرفون الآب. هنا بيتكلم على هدف الثالث من أهداف التجسد اللي هو الإيه؟ المعرفة. كنتوا عارفين الحاجات دي؟ ولا لما بتقربوا تتدخل حوائل الأمور يعني؟ وهنا بقى بيتكلم على جزئيه تاني على الثلاثه مع بعض. يقول هو ليه لما تجسد ما تممش الفداء على طول كده؟
مش كان ممكن ما يقعدش وقت كتير ويتممه خلاص يعني في وقت أقصر من كده؟ ففي الفصل الـ16 يقول إيه؟ ولهذا السبب أيضا فإنه لم يتمم ذبيحته عن الكل بمجرد مجيئه مباشرة بتقديم جسده للموت ثم إقامته ثانية، لأنه لو فعل ذلك لجعل ذاته غير ظاهر، ولكن صير نفسه ظاهرا جدا بتلك الأعمال التي عملها وهو في الجسد والمعجزات التي أظهرها، وبذلك صار معروفا أنه ليس بعد مجرد إنسان فقط بل أنه هو الله الكلمة. خلي بالكم من الحتة الجاية، لأن المخلص تمم بتأنسه عمليتي المحبة، أولا أنه أباد الموت من داخلنا وجددنا، ثانيا أنه إذ هو غير ظاهر ولا منظور فقد أعلن عن نفسه وعرف ذاته بأعماله في الجسد أنه كلمة الآب ومدبر وملك الكون. البابا سانسوس بيحطها 1-2 يعني اهو، اولا ابان الموت جددنا، ثانية اعلن نفسه وعرف ذاته بأعماله في الجسد. سهل دلوقتي ده يعني نخلص بقى ولا يعني لا لسه لازم تعمل زي بابا سانسوس ما عمل بيعمل بالظبط يعني. في ناس ممكن يسألوا سؤال، طب ليه مات على الصليب؟ ليه ما ماتش بالمرض أو بأي حاجة تانية إذا كان جاي عشان ده؟ هو بيسأل البابا أثناسيوس أهو مش أنا، بيقول له بابا أنا سأل أحد إن كان لابد أن يسلم جسده للموت نيابة عن الجميع، فلماذا لم يضع هذا الجسد على فراش للموت وفي موضع خاص كأي إنسان عادي بدلا من أن يأتي به إلى موت الصليب علنا؟ هل كان ينفع ربنا يمرض؟ ده هو جاي عايز يعرف ذاته إن هو الحياة وهو اللي كان بيشفي المرضى هو إيه؟ لا، ما كانش ممكن. هو كان جسد قابل للموت لكن ليس فيه فساد. المسيح لو المجد كان بكامل صحته يعني عمر ما كان يبقى فيه مرض ولا ضعف، لأن دي كلها من خطية، ما يقدرش المرض يجيله. لكن هو قبل الموت من الآخرين لأنه أخذ جسد قابل للموت. وعشان يكون للقيامة قوتها ساب يختاروا له أقوى موتة، إن كل ما تكون الموتة قوية كل ما تكون القيامة إيه؟ قوية. ألخص لكم ولا أقرأ لكم الكتاب ده؟ فزي واحد هنخلي الأسئلة في الفقرة الثانية. فزي واحد مصارع قوي بطل عظيم كده، لو جه عايز يدخل في حلبة مصارعة واختار أنا هصارع مين؟ يقول له أيوة أنت بتختار اللي تقدر إيه؟ عليه. لكن واحد بطل كده يقول
اختاروا لي اي حد ايه يجي وفي اي مكان. فهم طبعا اختاروا له ابشع موته اللي هي الصليب، لكن تحكم في ميعادها. مرات كتيرة يا ولاد كانوا يبقوا عايزين ياخدوا ياخدوه يموتوه أو يحجزوه من الجبل، ولكن لما ساعته لسه ما جاش، ما كانش لسه الوقت اللي هو سمح بيه، فكان ممكن يجتاز من الصوم محدش يقدر إيه. ده حتى لما جم يقبضوا عليه قال لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. قال لهم انا هو. فكفوا على وشهم وراحوا. هو اللي اسلم ذاته وقبل الموت بارادته وقبل ابشع حاجه، لان دي كنا احنا اللي نستحقه. قل صار لعنه لاجلنا ان ملعون كل من علق على خشبه. فاختار الصليب لان كان مقترن باللعنه، ونحن اللي نستحق الايه؟ اللعنه. لم يمت بقطع الرقبه زي يوحنا المعمدان، ولا بالمنشار زي اشعياء، لان هو كده أنبأ عظم من عظامي لم ينكسر. فأبشع موته كان في الصليب لكن سليم، لأن جسده ده يعني له قيمة خاصة ما ينفصلش. لا مفيش حاجة انفصلت فيه. الصليب بيرتفع، هو نفسه لما ارتفعت اكذب الي الجميع. فتح الزراعيه دي جاب اليهود وجاب الامم وجاب الخليقه كلها. ابليس معروف يقول له سلطان الهواء. بابا اثناسيوس لما اتكلم عن حياه الانبا انطونيوس من ضمنها بيتكلم زي الشيطان بيعيق النفس وهي طبعا. فكان لازم ربنا يسوع المسيح يحرر وينقي الطريق امام البشر الهواء. فتقابل مع الشيطان وهو مرفوع في الايه؟ في الجو. بالأشهرهم ظهارا ظاهرا بهم على الصليب، وهو على الصليب كده تقابل معه الشيطان في اللحظة اللي روحه الإنسانية هتفارق جسد. الشيطان فاكر نفسه إنه إيه؟ تجرب وجه عشان ياخدها منه. قال نفسي في يدي، دي سلطان أنا أضعها ولي سلطان أن آخذها. فقبض عليه ربنا يسوع المسيح وقيده، ونزل إلى أقسام الأرض السفلى سبى سبيا وأعطى الناس كرامات. فكان لابد من الصليب، ما كانش يموت أول لما جه، إن من ضمن الأهداف إن يعرف الناس إن ذاته شوية. كانش يمكن مرض ولا غيره، هذا لا يليق بيه، مش من طبيعته، ما فيهوش مرض، ولكن خد قابل جسد قابل للموت ولكن بدون فساد. لم تدع قدوس ترى فسادا، لأن الفساد بيجي من الخطية، وهو شبهنا في كل شيء ما عدا أن خلق خطية واحدة. الموت اللي ذاقه انفصال الروح عن الجسد، لكن ظل جسده بدون
الفساد، لأنه لم يكن ممكنا أن يمسكه الموت وهو الحياة، بل هو الذي يعطي الحياة للجسد وللخليقة كلها، فكان لابد من الصليب. ما اختارش حاجة تاني، مش هو اللي اختاره، لكن اداهم فرصة يختاروا أبشع حاجة ممكنة، ولأن دي بالفعل كنا احنا اللي نستحقها حتى يصير لعنة من أجلنا. هذه اللعنة اللي احنا نستحقها. تعرض البابا أثناسيوس إن ليه ما أمشى على طول؟ وليه مش بعد 3 أيام؟ يعني ما تأخرش عن كده. قال له هو ربنا شاء أن يبقى 3 أيام، لو قام على طول ربما كان يبقى في شك إنه مات. يقولوا لا، ده ما كانش مات ولا حاجة، ده كان في غيبوبة ولا حاجة وإيه؟ ودي بتحصل. أنا عاصرت مع حاجة زي كده. مرة قالوا في واحدة ماتت، كانت في قرية من القرى، وكان أيام التليفون بلغوا الدنيا كلها، وابونا راح، وحتى ما كانش في كنيسه، كان يصلوا في البيت. ايه رد على الست كده؟ ابونا داخل هيصلي، بص لقوا ايه؟ كانت في غيبوبه. يحصل يعني. ما نحوش يفرحوا. فعل البابا أثناسيوس الرسول.
سيظل معلم به أساسا وحجة ومرجع لينا دايما. به يستد كل فم يشرح ويعلم بغير ذلك، وصارت الأمور اللي احنا نبدو اللي هو قال انه ممكن نتهم بالتكرار ما بتديش فرصة. يمكن لو قالها مرة واحدة ممكن يقولوا لا ده كان يقصد كده، ده اصل الكلمة دي في اللغة دي مش عارف يقصد ايه وهي معناتها ايه، وتبدأ الفلسفة والفزلكة الكلامية تدخل في الموضوع. لكن اسلوب المحوري جابها من كل الاوجه بحيث لا مجال للتأويل ولا التعويض. التفسير في المعنى على الإطلاق، الحقائق واضحة أي حد يفهمها، حتى أنتوا فهمتوها. فيعني فكله كلها حاجات ايه، معلش انا بدعك معاكم فيعني شوفوا بقى لما انتم فهمتوا الحاجات دي يعني مفيش حد له عذر بقى تاني يعني يقول ايه عادي. في كثير كان ممكن نعلق بيه ونقوله، بس عشان يعني احتمالكم مش هتقدروا اكتر من كده عشان الوقت، هنكتفي بهذا القدر. حاجة تقولوها انتوا كلكم مع بعض وانتوا قاعدين من غير ميكروفونات خالص.